السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات الأجنبية والعربية والدولار اليوم 17/10/2021 مقابل الجنيه المصري في مصر بلغ اليورو اليوم 18/10 للشراء، 18/22 للبيع، مقابل 18/9 شراء، 18/20 للبيع أمس. الأسعار في بنك 23 بنكا سجل متوسط سعر اليورو 18.8 شراء، 18.24 للبيع. وجاء أعلى سعر اليورو في مصر اليوم عند 18.25 شراء، 18.42 للبيع في بنك بلوم مصر. فيما جاء أقل سعر اليورو عند 18.2 جنيه شراء، 18.20 للبيع في بنك الإسكندرية. وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري وبنك أكبر بنكين حكوميين المصري الأهلي والمصري يعني نحو 18 جنيه للشراء، 18.21 للبيع. استقر سعر متوسط الدولار لدى البنك المركزي المصري عند نحو 15.66 شراء، 15.75 للبيع، بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الاسترليني لدى المركزي المصري إلى نحو 21.32 شراء، 21.46 للبيع مقابل 21.34 للشراء، 21.47 للبيع أمس. أسعار الريال والدرهم والدينار في مصر: استقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.17 شراء، 4.20 للبيع، وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند 4.26 شراء، 4.29 للبيع. وسجل الدينار الكويتي في المركزي المصري نحو 51.81 شراء، 52.27 للبيع. دمتم في رعاية الله وأمنه. بفضلك ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.